السيشن بتاعنا النهارده عباره عن رينج تيست. رينج تيست ده اختبار من الاختبارات اللي احنا بنتعرف بيها على الهيفي ميتالز. احنا الهيفي ميتالز دي نوع من انواع البوزنز ممكن تجيب لنا كاتوكسيسيتي في الاستقبال في البيشنت، نبقى عاوزين نعمل لها ديتكشن. في اختبارات كتير بنتعرف بيها على الهيفي ميتالز، من ضمنها مثلا الكلر تيست، ومن ضمنها الاختبار بتاع سيشن النهارده اللي هو اسمه الرينج تيست. الرينش تيست ده تيست فكرته اني لو عندي عينه سسبكت ان فيها هيفي ميتال هاو تو ديتكت ات، فنحتاج تيست يكون سنسيتيف، وفي نفس الوقت التيست هنا خاصيه بتاعته ان هو كواليتيتيف، يعني هيقول لي في الميتال المعين ده مثلا في العينه، لكن مش هيحدد كميته قد ايه. تمام؟ من حيث السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي بتاعته عاليه، بيحدد كذا نوع من انواع الهيفي ميتالز، منهم الميركوري، الارسنيك، البيزماس، الانتيموني، التن. في حاجات ما بيقدرش التست يجيبها، لكن احنا ايه الحاجات اللي بيقدر يجيبها بنبقى عارفينها وبنختبر بها العينه. لو في كان عيان في الاستقبال، العيان ده مثلا جايب توكسيسيتي بميتال معين، خدنا منه عينه ونفرض العينه دي كانت ليميتس او ممكن جاستريك لافاج، تمام؟ على اعتبار مثلا ان احنا القانون بتاعنا ده هو الجاستريك لافاج، تمام؟ بنبدا احنا نتعامل مع التجربه ازاي؟ نتعامل مع التجربه على الاساس الاتي، ان احنا ايه بيبقى عندنا حاجه اسمها الكفر فويلز. الكفر فويلز دي وسط، تمام، هو اللي هيحصل عليه البوزيشن للهيفي ميتال، تمام. وبناخد معانا حاجه كده وسط في التجربه اللي هو ايه، اللي هو حمض اتش سي ال. الاتش سي ال هنا من البريكوشنز بتاعت التجربه انه يبقى التركيز بتاعه اقل من 12%، احنا هنا محضرينه في المعمل التركيز بتاعه 10%، تمام. معانا تو تيوبس، دي التيوب العاديه اللي احنا متعودين عليها اللي هي التست تيوب، تمام. ودي تيوب تاني يمكن لاول مره نسمع عنها اسمها سبليميشن تيوب. كلمه سبليميشن معناها تسامي. ايه هو فكره التسامي ده؟ التسامي ان احنا بنحول الماده الصلبه لماده غازيه. دي هتبقى يعني في السيستم في التجربه بس مش هنتكلم عنها دلوقتي، تمام. مبدئيا احنا بنروح جايبين شويه كفر فويلز، ويفضل ان تبقى ايه الكميه بتاعت الكفر فويل كميه قليله جدا، تمام، وده من البريكوشنز بتاعت التجربه. وبنجيب ونفرض مثلا 1 مللي من الاتش سي ال اللي احنا محضرينه وبنضيفه على ايه؟ على الكفر فويل، تمام. بعد كده بنجيب القانون بتاعنا اللي هو الجاستر بوش اللي قلنا عليه او الفوميتاس. الجاستر بوش او الفوميتاس ده بنحط منه كميه تعادل 3 مقادير، بنحط منه كميه تعادل 3 مقادير من ايه؟ من ال من ال اتش سي ال اللي احنا حطيناه. يعني لو حطينا مثلا 1 مللي اتش سي ال تقريبا بنحط 3 مللي من ايه؟ من السامبل بتاعتي اللي هي الجاستريك بوش، تمام؟ انا كده جهزت محتويات التجربه اللي هي من العين من تاني اللي هي ايه؟ الكفر فويل، ضفت عليها 1 مللي اتش سي ال، وضفت عليها 3 مللي كمان من الانون بتاعي او الجاستريك بوش بتاعي اللي هي السامبل، تمام؟ باجي من ماسك وابدا اسخن. نحطها على الفليم وبنبدا ايه؟ وبنبدا نسخن. المفروض احنا بنسخن فترة معينة، تمام؟ في نطاق من 3 ل 5 دقايق. فكرة التسخين ايه؟ ان مع التسخين ده المفترض ان انا عندي توكسيسيتي للهيفي ميتال معين ونفرض المركبي موجود في السامبل بتاعتي، وحطيت الاتش سي ال في حاجة بتعمل بيوريفيكيشن يعني للسامبل، تمام؟ بيبدا بقى الميتال ده اللي هو نفرض الميركوري يحصل له ديبوزيشن ترسيب على ايه؟ على الكفر فويل. مع الترسيب ده بيبدا لون الكفر فويل يتغير. بيتغير من اللون البرايت بتاعها ده المعروف بتاع النحاس للون ونفرض مثلا اسود او جراي او ايا ما يكون، هنشوف اختلاف الالوان ده بيفرق معانا في الديفرنشال دايجنوز بعد كده، تمام؟ اول ما اتاكد ان لون الكفر فويل ده بدا يتغير بفهم ان ايه بدا يحصل ديبوزيشن، تمام. المفروض ان انا ايه ببدا ادلق خلاص الكونتنتس بتاعتي، تمام، اللي هي كانت الجاستر بوش والاتش سي ال، ويتبقى عندي في التيوب بس اللي هو ايه اللي هو الكفر فويل. الكفر فويل حاليا مش بلونها الاصلي، بلونها اللي اتغير بعد ما حصل ديبوزيشن لمين؟ للهيفي ميتال اللي انا سسبكت ان هو موجود ايه في السامبل عليه. بقى افضيها وافضي الكفر فويل بتاعتي، وبعد تفريغها كويس من التيوب اهي الكفر فويل اهي موجوده،
فرغناها من الكيوب، المفروض بننشفها كويس تمام، وبنشوف لونها ايه. اللون ده بيديني ديفرنشال دايجنوزيس متفاوت، يعني بمعنى ان في التجربه بتاعتي هنا اللون طلع اسود، الاسود ده لون بلاك، البي دي نبقى سسبكت انه بزنس، يبقى البي مع توكسيسيتي باي بزنس، البي بالتوكسيسيتي باي بزنس تمام. في حين ان لو طلع لون جراي يبقى ده ارسنيك، في حين ان لو طلع لون فايوليت ده بنقول حاجه من اثنين، يا اما الانتيموني يا اما التن تمام. في حين ان لو طلع اللون ميرور لايك تمام، الميرور لايك ده بنقول ان هو ايه، ممكن يبقى الميركوري او حاجه ثاني في الديفرنشال دايجنوزيس مع الميركوري اللي هي السيلفر تمام. طيب احنا كده طلعنا ست حاجات تمام، طلعنا ست حاجات وفي اثنين منهم قلنا انتوني او تن مع اللون الفايوليت، وقلنا ميركوري او سيلفر مع اللون اللي هو ميرور لايك تمام. بنبدا هنا ايه، بنبدا ناخد النكست ستيب. النكست ستيب ان احنا بناخد حاجه بسيطه من الكفر فويل اللي لونها اتغير، بنحطها في التيوب الصغيره قوي دي اللي احنا بنسميها ايه، بنسميها سبليميشن تيوب. السبليميشن تيوب دي تيوب بنعمل بها خطوه تمام، عمليه فيزيائيه اسمها التسامي. زي ما انتم شايفين احنا ايه، رسمنا الكفر فويل اللي لونها اتغير في القاع بتاع السبليميشن تيوب تمام. فكره برضو موضوع الستيب بتاعت السبليميشن دي، ان انا دلوقتي عندي هيفي ميتال حصل له ديبوزيشن على الكفر فويل في صوره ما انت صلبه، لو انا سخنت بيحصل تبخر للماده الصلبه دي اللي هي الديبوزيت بتاع الهيفي ميتال، وتتحول من الحاله الصلبه للحاله الغازيه. طب خيالها ده انا عاوزه يترسب على الجزء بتاع التيوب اللي هي ايه، اللي هو قدام، على اساس ان لما يتبخر على الجزء بتاع التيوب تمام هيدينا رينج، الرينج دي اشوفها تحت الميكروسكوب بمنظرها بيديني ديفرنشال دايجنوزيس ايه نوع الهيفي ميتال ده تمام. هبدا اخد النكست ستيب، انا دي حطيت ايه السبليميشن تيوب، بس بحطها بزاويه 45. اشمعنى بقى؟ عشان انا لو حطيتها بزاويه 90 وحصل تبخر تمام او تحول للديبوزيت ده من الحاله الصلبه للحاله الغازيه هيطفي الجو، لكن انا كده عاوزه يتطاير على الجدار بتاع السبليميشن تيوب. اول ما بيتطاير على الجدار بتاع السبليميشن تيوب بيدينا الرنج اللي انا بتكلم عليها. ببدا انا ايه اشوف الرنج دي تكونت على جدار التيوب، بتتكون الرنج على جدار التيوب، وبعد كده ايه بروح مفضي الكفر فويل في الستيب اللي هنعملها بعد ما نخلص شغل على الفليم، وبحطها تحت اللايت مايكروسكوب بشوفها باللوبه بتاعت اللايت مايكروسكوب تمام. هو الرنج اهو بدات تتكون، بالنسبة لي ببدأ أفضي الفويلز تاني لأن أنا شفتكم دلوقتي خلاص. الديبوزيت بتاعي اللي أنا بدور عليه هو الأنون تحول من الحالة الصلبة للحالة الغازية، وبدأ جدار الأنبوبة اللي كان كلين وكلير بدأ يبقى عليه الرنج اللي هي الديبوزيت دي. الرنج دي أنا بحطها تحت الميكروسكوب زي ما حطيت لكم الأنبوبة دي سبليميشن تيوب دي تمام، علشان اشوفها هتديني منظر معين هنتكلم عنه بعد شويه. ده بقول ان هو الهيفي ميتال الفلاني. في برضه ميكروسكوب تاني حاطين عليه سبليميشن تيوب تانيه تمام، بيديني منظر معين. انا عندي الريزلتس حاجه من ثلاثه، لا اما تديني شكل امورفس، امورفس ده يعني شكل غير محدد تمام، امورفس بلوبيولز دواير كده غير محدده مش واخده شكل معين، مش واخده تطليعه معينه تمام. ده الديفرنشال بتاعه اللي هو ايه، هو الانتيموني تمام، ودي بتبقى شريحه صعبه شويه ومش بنقدر نطلعها في اوقات كتيره، بس هي افيلبل عندنا في المعمل وبتنزل في الامتحان تمام. تاني احتمال ان يديني حاجه اسمها دارك برايت جلوبيولز. الدارك برايت جلوبيولز دي بتبقى عباره عن كور سوداء تمام، مستديره واضحه جدا على خلفيه بيضاء. الدارك برايت جلوبيولز دي بتاعه الميركوري، يبقى تاني ديفرنشال ديجنوزيس الدارك برايت جلوبيولز دي بتاعه الميركوري. تالت ديفرنشال ديجنوزيس بيديني حاجه اسمها اوكتا اند تيترا هيدرال جلوبيولز. اوكتا وتترا يعني ايه، حاجات مضلعه تمام، ثلاثيه او رباعيه تمام. هتلاقي انت ايه حاجات كده
تلمع تمام، عباره عن زي اللي هي ايه اللي هي الحصوات اللامعه كده اللي هي مضلعه الشكل، سواء كانت ثلاثيه الابعاد او رباعيه الابعاد، برضه على خلفيه بيضاء. ده المنظر بتاع الارزينك. يبقى انا كده عندي ثلاثه ديفريشن ديجنوز، الارزينك بيديني اوكتاوتيتراهيدرال بروبيولز او كريستالز، والميركري بيديني دارك برايت بروبيولز، والانتيوني بيديني امورفس اللي هي غير محدده الشكل، امورفس بروبيولز. تمام، التجربه في الامتحان احنا مش بنشتغلها، تمام، بنتعرف عليها بس. لكن في الامتحان بيجيني عباره عن الميكروسكوب وعليه السبليميشن تيوب، ودي العينه الوحيده من العشرة سبوتس اللي بينزلوا في الامتحان العملي. احنا عارفينه جزئين، جزء متحف وجزء سبوتس. الجزء بتاع السبوتس بينزل 10 عينات، واحده فيهم بس هي اللي بتبقى ميكروسكوب. يبقى انا اول ما الاقي ميكروسكوب وعليه تيوب اعرف ان ده ايه، راينش تيست. ببدا الكومنت بتاعت التيست وبشوف تحت الميكروسكوب الشكل من الثلاث اشكال اللي احنا قلنا عليهم، وبكتب الديفرنشال ديجنوزز ايه بتاعه اللي هو كذا او كذا، من خلال الالوان اللي احنا كنا ايه قلنا معاها. مثلا يعني كنا بنقول الميركري كان بيظهر معاه الديفرنشال ديجنوزز بتاعه ايه، بتاعه السنتر. تمام، على هذا الاساس انا حددت الهيبي ميتال اللي موجود في العينه بتاعتي كان ايه، فاقدر اقول ان العينه دي عنده توكسيسيتي مثلا باي ميركري. ليه؟ لان انا لقيت في التيست بتاعي في الراينش تيست ان الجاستريك بوش بتاعه طلع لي ميركري في العينه. ده سنسيتيف تيست، يعني قدر يحدد لي سنسيتيفيتي عاليه ان الحاجه دي كذا. وفي نفس الوقت هو كواليتيتيف، يعني في ستيبس تاني تيستات اعلى هي اللي بتحدد لي الكميه بقى بتاعت التوكسيسيتي قد ايه، واقيسها ازاي وهكذا في ليفلز ومستويات اعلى من كده. تمام، ده باختصار شديد هو موضوع ايه الراينش تيست. من ضمن البريكوشنز اللي احنا لازم ناخد بالنا منها زي ما قلنا ان الكفر فويلز تبقى كميتها قليله، ان الاتش سي ال يبقى التركيز بتاعه اقل من 12%، واحنا بنبقى محضرينه في المعمل 10%، وبقى بيور. تمام، فده تفضلنا احنا في هو شور بيور، ان العينه بتاعتي بحط انها 3 لواحد بمقدار الاتش سي ال، ان التسخين في الاول بدات تطلع منه الكفر فويل متغيره لونها بعد ما حصل الدروزت وبتنشف، ننشفها كويس بسلوفان بيبر علشان خاطر ايه لما اقدر احطها في السبليميشن تيوب ما يبقاش في معاها ووتر مثلا او هالوجين. بعد كده التسخين بيبقى بزاويه 45 زي ما قلنا عشان خاطر ايه يحصل تسامي على جدار التيوب، واشوفه تحت الميكروسكوب. واختصار شديد كده احنا ايه خلصنا التجربه بتاعتنا. امتحان السبوتس عليه 10 درجات، كل عينه بوان مارك. تمام، بتبقى بالكومنت بتاعتها بالتعرف عليها، فان شاء الله تبقى حاجه سهله وما تفوتهاش ان شاء الله في الامتحان. وجزاكم الله خير يا جزاكم.